أهلا وسهلا مشاهدي الفضائية الآرامية وإطلالة جديدة مع برنامج أضواء على العراق. هذا المساء الأربعاء 12 من آب 2015، برنامجنا كما تعلمون مشاهدين الكرام برنامج مباشر، بإمكانكم الاتصال والمداخلة في مواد هذه الحلقة. أعددت لكم هذا المساء برنامجا جميلا ومنوعا، لكن نبدأ هذا البرنامج مشاهدينا من حيث التطورات الكبيرة التي جرت في العراق في الأسبوعين الماضيين، والتي كانت مترافقة مع المظاهرات الجماهيرية التي انطلقت ليس في بغداد فحسب، بل في معظم المحافظات العراقية، التي طالبت بالخلاص من النظام الطائفي، بالخلاص من نظام المحاصصة، وأيضا بالخلاص من الفاسدين والمفسدين وتقديمهم للعدالة. من الممكن الحديث حول هذا الموضوع كثيرا مشاهدينا الكرام، لكن يسعدني في هذا المساء أن يكون معي أو أن تكون معي على الطرف الآخر من التليفون واحدة من الناشطات المدنيات الشجاعات والتي انغمرت طويلا وكثيرا في هذا النظام المطلب، في هذا النضال المطلبي والمدني من أجل نصرة الكادحين ونصرة الفقراء للخلاص من المفسدين. يسعدني هذا المساء مشاهدينا الكرام أن أستضيف الناشطة المدنية والمحامية أمل حسين الساجر من بغداد، لكي نتحدث عن التطورات الأخيرة التي صارت والمظاهرات، وإلى أي مدى سيستمر هذا الحراك الجماهيري. طبعا هناك الكثير مشاهدينا الكرام من الذي تابع مجريات الأحداث التي جرت. ابتدأت بالبصرة بالحقيقة قبل أكثر من شهر، عندما انتفض أهل البصرة مطالبين بالخدمات ومطالبين بالكهرباء. في حينها قدمت البصرة واحد من أبنائها الشباب شهيد، اللي هو كان منتظر الزبيدي. هذا الشاب الذي قتل في خضم المظاهرات السلمية التي انطلقت للمطالبة بالكهرباء في مدينة تغذي الميزانية العراقية من نفطها، لكنها محرومة من أبسط الخدمات، وفي مناخ تصل به درجة الحرارة إلى حوالي 55 درجة مئوية، ما يقارب 120 درجة فهرنهايت. لكم أن تتخيلوا، هذه المظاهرات تطورت، وكان أكو هناك موعد يوم 31 تموز في بغداد وفي ساحة التحرير، وكانت بداية طيبة أيضا تلقفتها المحافظات العراقية الأخرى لتضع السياسيين والبرلمانيين وحكومة حيدر العبادي أمام الأمر الواقع. الآن الاتصال أو الضيفة العزيزة الأخت المحامية والناشطة المدنية أمل حسين الساجر معانا بالخط. أهلا وسهلا وصباح الخير عليك ست أمل. أهلا وسهلا صباح الخير. شكرا ست أمل. طبعا كثير من الناس الآن فرحين ويشاركوكم الفرحة، يشاركون كل الشباب والناس اللي طلعت بالمظاهرات، يشاركون الفرحة بحزمة التغييرات التي طرحها رئيس الوزراء والتي طرحها رئيس البرلمان والتي أقرت في جلسة البرلمان يوم أمس. السؤال إلك سيدتي الفاضلة، هل انتهت المظاهرات أم إنها ستستمر؟ بالحقيقة بالنسبة للتظاهرات اللي انطلقت لحد الآن ما زالوا مصرين على الاستمرار بالتظاهرات لحين تفعيل كل الإصلاحات التي طرحها الدكتور العبادي. احنا هذه الجمعة القادمة
يعني يوم غدا إن شاء الله هنالك تحشيد مليوني للاستمرار بالتظاهرة، نعم لأن دكتور الإعبادي دائما يعني يجب إصلاحات، لحد الآن هو الرجل يعمل أن يطرح إصلاحات، بس مسألة التطبيقات هنالك أكو تناقضات بين الإصلاحات وبين الدستور بين القوانين، هنالك من يضع العصا بالعجل يحاول أن عدم تطبيق هذه الإصلاحات اللي يطرحها الدكتور. احنا كمتظاهرين كتشكيلات شبابية مطروحة في الساحة العراقية ما زالوا مصرين على الاستمرار بالتظاهرات. يوم الجمعة إن شاء الله ستنطلق تظاهرة مليونية في كل محافظات العراق، طبعا هي مؤيدة لكل هذه الإصلاحات، بس نبقى مستمرون بالتظاهر لحين تفعيل هذه الإصلاحيات. نعم، ست أمل، بالتأكيد هناك من يشارككم هذا التوجس من أنه هذه الإصلاحات الطرف المقابل سوف لن يجعلها تمر مرورا سهلا، وسوف لن يستسلم لهذا الشيء، لكن وهناك من يتفق معاكم بأن استمرار هذه التظاهرات هو الذي سيضع حد للجهة المقابلة ومراوغتها أو محاولة امتصاص ذلك. إذن فكرتكم هي الاستمرار بالتظاهر، وهل هناك بالتظاهر السني؟ نعم نعم بالتأكيد بالتأكيد لحد الآن لا، في توجهات في بعض المجاميع أن يقلبون هذه التظاهر السنية من أجل الدخول إلى منطقة الخضراء، إعلان الأصيان، لكن إحنا كتشكيلات اللي موجودة ما زلنا نؤمن بالتظاهر السلمي. نعم. ونحشد للتظاهر السلمي. نعم. وحتى ست أمل، يعني ليس من باب تبرير هذا الشيء، لكنه أيضا الإنسان في بعض الأحيان لما يوصل إلى حالة اليأس، يعني الأخوة في كربلاء أتصور أو في محافظة بابل نصبوا خيم، لأن الناس يعني ما عادت تصدق بقضية التغيير ما لم أن يكون أكو فعلا هناك شيء على الأرض يتحقق. تمام. بالنسبة للشباب اللي نصبوا الخيم هي في محافظة البصرة. نعم. محافظة البصرة من أكثر محافظات العراق هي متضررة، لأن نعم. تعتبر أغنى، مو أغنى دو أغلى منطقة أو محافظة في العراق، وإنما هي أغنى محافظة في العالم. نعم. وما زالت ينقصها الإعمار والإصلاح، يعني لو تنظر إلى منطقة إلى محافظة البصرة ما تتوقعها هي هذه المحافظة العائمة على أغنى نفط في العالم. نعم نعم. لحد الآن ما زالت الأزقة المدينة خالية من أي إعمار، بالعكس هذه المنطقة سلمت في السراق. نعم. شباب البصرة اللي هم من ضمن تنسيقيات العراق للحراس المدني مستمرون، ما زالوا شبابهم معتصمين الى حد يوم امس، واليوم ارسلونا او اوكلونا مهمه ايصال مطالبهم الى الدكتور الاعدادي. نعم. راح يطلع وفد من تنسيقيه بغداد للحراس المدني مستمرون لايصال هذه المطالب الى الدكتور الاعدادي. نعم. وعدهم 10 مطالب يوم امس وصلتنا ساعه متاخره من الليل، وتم الاتصال بالدكتور الاعدادي وتكوننا فريق راح يطلع لهم يحملون مطالب تنسيقيه البصره. حقيقه تنسيقيه البصره بها شباب راقين جدا. نعم. فيهم اساتذه ودكاتره، و اضافه الى اعتصامهم الجميل امام محافظ البصره المطالبين باقالته، يستمرون بأعمال جميلة منها تنظيف المدينة، تنظيف النافورات، يعني عن طريق حي شبابنا في تنسيقية البصرة. نعم. يستمرون. نعم. وأيضا نتمنى لهم كل الموفقية، هؤلاء الناس الرائعين إن شاء الله. نعم. رائعين، حقيقة رائعين. نعم. كان عندي بالحقيقة لقاء مع واحد من الناشطين اللي هو الأخ باسم قبل حوالي أسبوعين، وأيضا كانت في عشية المظاهرات اللي جرت بالبصرة. ست أمل، هل تتوقعين التلكؤ في هذه التغييرات؟ هل تتوقعين الالتفاف عليها؟ وما هي الضمانات؟
ممكن أن يكون عليها التفاف من جهات ضرت مصالحها. إحنا لحد الآن مطالبنا وسقف المطالب إحالة الفاسدين إلى القضاء. هنا المشكلة راح تكون، هنالك عندنا أموال عراقية بالمليارات مهربة إلى خارج العراق. عندنا قوى سياسية تعمل لإحباط العملية السلمية أو التظاهر السلمية. إحنا نتوقع تلفع، لكن عدم التنفيذ هذا يستبعد. هم مجبرين لتنفيذ مطالبنا، هم منطلقين من مقولة أخسر شيء ولا تخسر كل شيء. نعم. هنالك قوة تحاول أن تبقى بالسلطة ومستلمة، لكن ما ممكن أن لا تكتفي بالتزاماته، ممكن يكون تلفع. في حالة التلفع نحن مستمرون بالتظاهر، مستمرون بالمطالبة. يعني الجماهير الشعبية أو الجماهير العراقية بدأت تتحول أصواتها إلى أصوات عالية. احنا كمتظاهرين كحراك مدني كانت ننطلق بتظاهرات ما كان لها ذاك الثقل الجماهيري، نعم. لكن حاليا احنا سندنا بالجماهير العراقيه بدات تنتفض بطريقه صحيحه. فلا بد ان يستجاب الى مطالبهم رغم التلفع رغم الابطاء رغم كل شيء، بس انا اعتقد عمليه الاصلاح آسية ولا بد ان يستجيبون لكل مطالب المتظاهرين. ستأمل، هل سيشمل الإصلاح القضاء العراقي أيضا أم سنكتفي فقط في مجلس النواب ومجلس الوزراء؟ بالنسبة إلى جمعة يوم غد ستكون جمعة المطالبة بالإصلاح القضائي. نعم. غدا تنطلق أول تظاهرة للإصلاح القضائي. يوم أمس وردت لنا معلومة قد تكون غير صحيحة أو ما لزلنا ما متأكدين من أجلها، بأن مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية قدم استقالته يوم أمس ليلا إلى السيد الدكتور الإعبادي. مدى صحة هذا الخبر كان الوقت متأخر، لكن يوم الجمعة ستكون في بعض المحافظات. هي طبعا أكو تنسيق مع كل متظاهرين المحافظات بتوحيد الرؤية بتوحيد الشعارات بتوحيد المطالب. يوم غدا ستكون جمعة المطالبة بالإصلاحات القضائية. نعم. تشكيل السرعة بتشكيل هيئات قضائية، السرعة بتشكيل محققين قضائيين، تشكيل ملفات الفساد، تفعيل عمليات النزاهة. يعني غدا ستكون يوم جمعة الإصلاح القضائي. إضافة إلى هذه الجمعة ستكون هي جمعة الشهيد منتظر الحلفي اللي احنا نعتبره زيد الثوره، ونعتبره هو الشرار الذي اطلق حركه مشاعر الناس. ستكون يوم الجمعه تحمل شعارين، شعار منتظر الحلفي شهيد الانتفاضه او الثوره الجماهيريه، اضافه الى ثوره الاصلاحات القضائيه. نعم نعم. طبعا البدايه ستنطلق من وجود قضاء مستقل وقضاء نزيه. ست أمل، وأنت خير من يعرف ذلك، هناك آلاف الملفات المتعلقة بالمفسدين وبلجان النزاهة. إذا كان هناك قضاء ملكوك، كيف يمكن لهذه الملفات أن تستمر وأن تجد طريقها للنور؟ صح، احنا عندنا بالنسبة إلى القضاء العراقي، أنا يعني طبعا أنا أنتمي كمحامية إذ علي أن أطعن بالقضاء لأن هو صمام الأمان، لكن احنا عندنا قضاء متلكئ، عندنا قضاء مسيس بعض الأحيان، عندنا قضاة خائفين من السياسيين الفاسدين. لكن أعتقد بعد هذه الانتفاضة الجماهيرية ما راح يكونون بهذا الشكل، لابد أن يبدون بإصلاحهم، وإلا يعني راح يكون مطالبنا وسقف المطالب راح تكون أكثر مطالبة بالإصلاح. من يوم أمس انطرحت مسألة أن تكون للتنسيقيات الشبابية أن تكون لهم سلطة رقابة شعبية حتى على اللجان القضائية. نعم. صحيح، أنت يعني حضرتك تعرف المراقبة، مراقبة أي تشكيلة هو ما له حق التصويت، ما له حق التدخل، لكن إلى حق المراقبة. والقضاء الخائف او القاضي الخائف لما يكون تحت سلطه رقابيه الشعبيه لا
لابد أن يعمل. بس احنا من يوم أمس بدأت عملية حرق ملفات في بعض الوزارات، ملفات عقود نفط، ملفات فساد ممتدة بالوزارات، بدأت عندنا بداية هذه واحنا نلاحظها خلال أكثر من سنتين بحجة التماس الكهرباء احترق الطابق الفلاني. هذه عمليات مفتعلة من الفاسدين، كثير من الملفات ما زالت موجودة، لكن الحراك الجماهيري اللي حاليا في التأثير القوي على السلطة لابد أن يكون لها تأثير بتفعيل دور القضاء ودور النزاهة. إضافة لابد أن يكون أول مرة في تاريخ إحنا خلال 4-5 سنوات ما كنا نتظاهر، كانت نقابات المحامين اتحاد الحقوقيين ما يشاركون، وهذه سد معضلة إحنا عندنا. بينما هذه التظاهرات الأخيرة شاركت بها نقابة المحامين، لعل أن يكون هناك مجموعة من المحامين يأخذون على عاتقهم متابعة هذه الملفات. طبعا احنا كحراك شعبي، احنا من باب التعريف احنا الحراك المدني مستمرون، لابد ان تكون هنالك آليات لتفعيل عمل نقابة المحامين مع الحراك المدني. بالتأكيد هنالك تغييرات كثيرة، القضاء لابد ان يستجيب للمطالب الشعبية، السلطة القضائية التشريعية التنفيذية حاليا هي تحت رقابة الجماهير، لابد ان يتغيرون، لابد ان يطرحون اصلاحات، والا ما اعتقد هذه الجماهير هذه الملايين التي تنطلق بهذا الشكل ما راح يكون لها تاثير على كل العمليه السياسيه والقضائيه، لابد ان يكون لها تاثير مباشر. نعم، بالحقيقه مشاركه المحامين بالتظاهره كان شيء ملفت وشيء مفرح جدا، وهم يخرجون بزيهم المتميز وكانوا مجموعه جدا رائعه، وهذا مفخرة لكم، مفخرة لهؤلاء الشباب الذين تحملوا مبدأ مواجهة المفسدين وجها لوجه. ست أمل، أنت من الناشطات المستمرات في دفاعك عن التجاوزات اللي جرت على الكثير من المتظاهرين والمتظاهرات في السنين الماضية، ودافعتي عن المعتقلين في مظاهرات تحت نصب الحرية. الآن كان عندك جولة أخرى مع في الدفاع عن حرية الفكر وحرية الرأي مع الأستاذ الصحفي نبيل جاسم، ومن المفرح أن طاقم الدفاع عن هذا الصحفي أن ينتصر وأن تبطل الدعوة التي أقامها الربيعي. كيف جرت الأمور مع هذه العملية ست أمل؟ بالحقيقة أنا كمحامية كناشطة أصبحت عندي خبرة كافية بالدفاع عن المتظاهرين. التظاهرات قبل 3 سنوات تم اعتقال 6 شباب، نعم، من ضمنهم كان وياهم الدكتور عبد الفيصل السهلاني. نعم، وكان من ضمنهم ايضا هادي، مو كان من ضمنهم الشهيد هادي المهدي؟ لا، ما كان من ضمنهم، كان من ضمنهم دكتور عبد الفيصل السهلاني، رافد الوائلي، واربعه اخرين. نعم، هذول كانوا في رهن التحقيق مو دور المحكمه الجزائيه. نعم، فقدرت ان ادخل للمعتقل واخذت منهم مسالات خاصه وتبنيت الموضوع وتم الافراج عنهم، بس كانوا متعرضين، واحد منهم كان متعرض الى تعذيب في حين. فقدمنا شكوى للمطالبه بمقاضاه الضباط من الداخليه اللي هم ساهموا ب يعني تعذيبهم. لكن الحقيقة ما كان القاضي متعاون في وقتها، كان الخوف شديد من حكومة نور المالكي يعني، فما قدرنا أن نوصل إلى النتيجة اللي احنا بدأت اختفاء الملفات وبدأت تلكؤات كثيرة بها، ولكن حاليا بدينا بفتح الملف لتعذيب المتظاهرين سابقا. التظاهرة الأخيرة كانت في لحظة هسه في وقت العبادة، الجمعة، أول جمعة من التظاهرة. نعم، تم
حجز بعض المتظاهرين في نفس اللحظة جاني تليفون وطلت قائد عمليات بغداد ببعض الناشطين كل الإعلاميين حاليا الوضع يفرق. أول ما بلغت قائد عمليات بغداد أو عدني بأنهم اليوم لما يباتون بالمعتقل اليوم يطلعون، وحقيقة الرجل أوفى بالتزاماته برا 3 ساعات أخرج عن المعتقلين المتظاهرين. أما بالنسبة لقضية الدكتور نبيل جاسم، أعلنت حملة فقرأت يعني عن طريق الفيسبوك جروبات بأن الدكتور نبيل جاسم هناك دعوة مقامة عليه في محكمة النشر، والمشتكي أو المشتكي عليه موفق الربيعي، ففتحوا فتح باب التطوع. طبعا أنا فرأت أنا هم تطوعت في يوم المرافعة، حضرنا المرافعة كان يعني المحامي محمد العبادي وأني، فدخلنا المرافعة فبدينا بالترافع دونة أقوال دكتور نبيل جاسم، وجهت له تهمة تهمة التجريح أو الإساءة إلى شخصية موفق الربيعي. بعد إكمال كل هذه المرافعات وتقديم دفوعنا نتفاجئ بأن وكيل موفق الربيعي يقدم طلب إبطال أو إبطال أشياء الدعوة. نعم. لكن هنا القضاء في هذه اللحظة حقيقة يعني قال كلمته الفاصلة بأن هذه الدعوة فيها حق عام لأن هي إساءة إلى موظف حكومي، فرفض طلب التنازل عن الشكوى. وتمت نعم. المرافعة واستمرت وتم استماع المحكمة إلى دفوعنا، وكان القاضي هي كانت مرافعة هادئة وبسيطة وبدون أي تشنجات، وكان القاضي يستوعب الوضعية ويسمع إلى دفوعنا وإلى دفوع الخصم وهو المشتكي. في النتيجة رفض تنازل الموثق الربيعي بصفته كمشتكي، وأصدرت قرارها بأن هذه القضية ليس هنالك أدلة كافية للإدانة، وتم الإفراج عن الدكتور نجيب جاسم استنادا لأحكام المادة 182 الأصولية. كانت هذه الحقيقة المرافعة في نظري حققت شيء الكثير. نعم. ولكن في نفس الوقت أنا رغم المشتكي يمتلك السلطة ويمتلك القوة، لكن كانت مرافعة هادئة جدا وما بها أي تدخلات، وأثبت القضاء العراقي في هذه القضية له كلمة الحق بحسم هذه القضية. نعم. أنا كنت أعاني كثيرا في فترة حكومة نور المالكي من كنت أتوكل عن أي ناشط أو أي شخصية من الشخصيات الموجودة، كنت أعاني منها وأعاني خطورة ومتاعب وصعوبة وصول الملفات وعرقلة الضباط والتحقيق وعدم تعاون القضاة في قضية دكتور نبيل جاسم، لأن الوضع أكو حراك جماهيري كان لها تأثير جدا قوي على سير المرافعة. نعم نعم. وقيل في حينها هل فعلا بأن موفق الربيعي سيتحمل نفقات المحاكمة؟ هي نفق ممكن. نعم. إذا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإذا رغب دكتور نبيل جاسم بإقامة دعوة على المشتكي ومقاضاته بتهمة التشهير أو الإساءة إلى في عمله أو ما أصابه من ضرر مادي ومعنوي، ممكن أن يقاضي. هذه المسألة بالذات هي حق شخصي متروكة إلى أن يقيم الشكوى أو لا يقيمها. نعم. يعني أنت نعم. ما تقدر تنطي موقف قانوني، يعني القانون أدنى ما يجبر المشتكي بدفع تعويضات لأن يعتبر حق شخصي، ممكن نعم. أن هو يقيمها ويطالب بها. نعم. ستعمل أمامكم عمل كبير، ما ألى الإنسان إلا أن يتشرف ويرفع لكم القبعة عاليا لما تقومون به، إن كان بمواجهة هؤلاء الحيتان، إن كان بتحمل ظروف البلد وظروف درجات الحرارة العالية في بغداد والمحافظات الأخرى. هذا البرنامج يشاهدوه مواطنين عراقيين وعرب في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ماذا عندك لهم ست أمل والشارع العراقي يغلي مطالبا بالإصلاح ومطالبا بالخلاص
من الفساد والمفسدين. تفضلي. أنا أود أن أبين لكل الجالية العراقية في كل العالم، نحن مستمرون، نحن صامدون، فرحون بعملية الإصلاح، لا نهدأ، لا نتوانى، لا نترك الساحة في كل المحافظات. هنالك عملية إصلاح جذرية، هنالك شباب فاعلين في الساحة، لا بد أن تستجيب السلطات الموجودة أو الموجودة في الساحة العراقية. الخير آت، نتمنى أن يرجع العراق ويأخذ مكانته، نتمنى لكل المغتربين العراقيين نتيجة العنف الطائفي، نتيجة عمليات الاحتلال، أن يرجعون للعراق بعد أن يتعافى من هذه الفترة، وتبقى لكل حصان صبوة. الفترة اللي احنا مرينا بها فترة أزمات، فترة حيتان، أنخلوا كل خيرات البلد، لكن أنا أطمنهم، الشعب العراقي بدأ ثورته، الشباب مستمرون بالانتفاضة، لا نترك ساحتنا مهما كانت الظروف، مهما كانت قسوة الجو، نحن مستمرون، نحن حراك المدني العراقي مستمرون بإصلاح كل ما خربه، سواء كان الاحتلال أو فساد العملية السياسية. سيرجع العراق معافى، سننتظرهم، سننتظرهم مثل ما هم متشوقين إلى العودة إلى العراق، نحن متشوقون أن يعود العراق لمكانته، أن يأخذ مكانته الطبيعية، أن تبدأ عملية الإصلاح الحقيقية. كونوا مطمئنين، كونوا مطمئنين بأن إحنا مستمرون ونبقى في الساحة العراقية، وإن شاء الله يرجع العراق ويرجع خيره إلى العراق، ونحتضن كل ناس اللي تغربوا بسبب هذه العمليات. إحنا فرحين، نحن صامدين، نحن مستمرون. الناشطة المدنية المحامية أمل حسين الساجر من بغداد، شكرا جزيلا إلك وكل الموفقية إلكم ولحراككم ولمستمرون، ونحن أيضا معكم مستمرون. شكرا ست أمل، وإن شاء الله يوم طيب عليك. شكرا جزيلا، فرحة بلقائكم، فرحة بلقائكم، تحياتي لكم ولكل العالم. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا، شكرا عزيزي، شكرا. مشاهدينا الكرام، كانت معانا الناشطة المدنية والمحامية من بغداد الزميلة أمل حسين الساجر، وحديث حول الحراك الشعبي الجاري الآن في العراق. نتوقف للحظات ونعود لنكمل معاكم مواد هذه الحلقة، ابقوا معانا رجاء مشاهدينا الكرام. عزيزي المشاهد، إذا كنت ترغب بدعم الآرامية عن طريق جهاز الآيفون أو الآيباد، ما عليك سوى الذهاب على كلمة دونيت، وسوف تظهر لك قائمة بكيفية التبرع من خلال الآيفون والآيباد. إذا كنت تحتاج إلى مساعدة أو أي استفسار، اتصل برقم الآرامية 248-416-1300. عودة لكم مشاهدين الكرام لنكمل ما تبقى من حلقة هذا المساء من برنامج أضواء على العراق. اليوم هو الأربعاء 12 من آب 2015. يسعدني أيضا أن يشاركني في إكمال هذه الحلقة الضيف والأخ العزيز كريم الخزرجي، وهو من المتابعين النشطاء للشأن العراقي. أهلا وسهلا أخ كريم. أستاذ كمال، عندنا كثير من المواد، لكن سأبتدأ هذا الجزء من البرنامج باستضافة واحد من نشطاء أبناء شعبنا الآشوري للحديث حول آخر الأخبار بخصوص ما جرى للآشوريين اللي كانوا في منطقة الحسكة والخابور. وهناك أخبار نتأمل أن تكون هذه الأخبار مفرحة للآخرين. معانا الأخ العزيز يكدان نيسان من تورنتو. أهلا وسهلا أخ يكدان. أهلا وسهلا فيك أستاذ كمال يلدو، أحييك وحيي معك ضيفك و
ضيفتك التي كانت على البرنامج قبل قليل. نعم. المحامية. نعم. ومعك أحيي المشاهدين الأعزاء. شكرا لك. بالحقيقة أنا ما استطعت أن أكتم فرحي عندما قرأت خبر إطلاق سراح بعض هؤلاء الإخوة وأبناء شعبنا الآشوري من أيدي المنظمات اللي كانت خطفتهم، لكن حبيت أن مشاهدي هذا البرنامج أن يسمعوها منك كونك واحد من النشطاء والمتابعين لهذا الشأن. تفضل أستاذ يقدان، يا ريت لو تطفت خلفية صغيرة حول الموضوع وما الذي جرى الآن. الحقيقة الفرحة عمت الجميع، الجميع فرحوا جدا عندما سمعنا إطلاق سراح 22 شخص تم اختطافهم من قبل منظمة داعش الإرهابية في قبل حوالي 23 شباط الماضي. نعم. فتم إطلاق 22 شخص يوم البارحة، قبل البارحة أول أمس. نعم نعم أيوة. فكان من بينهم من بين المختط من المحررين 14 امرأة وثمانية رجال. نعم. وجميعهم عجائز كبار. نعم. بالسن. نعم. أتصور الأخ المخرج عند بعض الصور، يا ريت لو للمشاهدين أن يشاهدون بعض هذه الصور. نعم. بيكون أفضل. هل هناك أخبار عن الآخرين المختطفين الآخرين؟ الحقيقة هو جهود مضنية بذلها الأسقف الحسكة للكنيسة المشرقية. نعم. جهود جدا جدا مقدرة جدا، فبجهوده الخاصة ونثني عليها استطاع أن يصل إلى هذا الاتفاق ولا نعرف تفاصيله بالضبط، فأطلق سراح 22 شخص ونحن على أمل وكلنا ثقة الباقون على الطريق للإفراج عنهم. نعم. فأطلق سراحهم في 11 آب صباحا، ولا زال هناك حوالي 187 شخصا لا زالوا في يد المختطفين. نعم نعم. بس ماكو أخبار عنهم إن كانوا أحياء أو إن كان أي شيء جرى لهم. الحقيقة تم اتصال مع أحد المحررين. نعم. البارحة تماما، فقال حرفيا بالحرف الواحد، قال صدقوني صدقوني إن الرب ألهم قلوب الخاطفين وجعلهم يعاملوننا معاملة حسنة لا أحد كان يتوقعها. نعم نعم. لقد عاملونا معاملة جيدة، ولا نجامل عندما نقول ذلك. هذا ما قاله أحد المختطفين وهو كبير بالسن. نعم. وقال كانوا يضعوننا في غرف منعزلة، كل 15 تقريبا لعشرين شخص في ضمن غرفة، وكانوا يجمعون الأقارب، يعني ابن عم أو ابن أو خال، الأقارب يضعونهم في غرفة واحدة ويقدمون لهم الدومينو والضامة والطاولة حتى يتسلون ويلعبون. يعني قال كنا أسرى وكنا في سجن، ولكن كانوا يعاملون معاملة ليس كما كنا نرى في الصور سابقا وليس كما كنا نسمع، فكانت إلهام من الرب، هكذا قال حرفيا. نعم نعم. أستاذ يقدان أنا ممتن لك، وبالحقيقة دعاءنا أن يطلق سراح كل هؤلاء الناس الأبرياء. هؤلاء لم يكونوا مجرمين، هؤلاء أخذوا على حين غرة وهم ما بين صراع الحيتان اللي موجود في سوريا وفي العراق. هل من كلمة أخيرة لك أستاذ يقدان؟ أنا دائما كما قال هذا الشخص الذي اتصلنا معه،
نعم. اطلبوا معنا، صلوا في صلواتكم جميعا للإفراج عن الباقي الموجودين في الأسرى حتى الساعة من أطفال ونساء وشباب. نعم. وفي نفس الوقت يعني قال لنا أمل ونحن أيضا لنا أمل سيطلق سراحهم جميعا، خاصة بعد التحرك الدولي بشأن المنطقة والمفاوضات التي يقوم بها المطران أفرام في الحسكة مشكورا من قبل الجميع، عمل جبار. هذا ما نطلبه، ومن الجميع أن نصلي ليس لأجلهم فحسب ولكل المختطفين من أي فئة كانوا. نعم، شكرا جزيلا لك عزيزي يقدان، وأنا واعدك وواعد المشاهدين الكرام بأن تكون ضيف عزيز مرة أخرى في حالة أي مستجد لهذا الوضع. شكرا، بشكرك جزيلاً. وبشكر القناة الأرامية على استضافتنا وتحياتي لك. شكرا عزيزي. مع السلامة. مشاهدينا الكرام، نكمل مواد هذه الحلقة. معانا متصل الأخ عادل، تفضلت على البث المباشر. مساء الخير. مساء الأنوار. أخوي كريم. أهلا وسهلا أخ عادل. الرب يقويكم. عندي امبارح فاتني، كان في حلقة لأخوي كريم عن فاقد الشيء لا يعطيه، فعندي نداء للعراق لو سمحتوا لي كلمة قصيرة أقولها. تفضل عزيزي. فاقد الشيء لا يعطيه، احترنا يا ناس مين اللي هالوطن كان مأوى ليه، مين اللي تآمر عليه ومين اللي واقف يحميه، كثار اللي طوعوا لساح الوغى وقالوا وطننا بدمنا نفديه، لكن برضو كثار اللي باعوا الوطن بالدولار باعوا اللي فيه، بواقين يوم رح يعرفهم الشعب وحاسبهم على بوقهم ليه، الشعب ما ينسى اللي بيعه بوقت المحن وعمره ما ينسى اللي كان شاريه، عراق الحضارة والتاريخ عراق المجد وكان الخير ماليه، واليوم من يصدق اللي يجري من قتل ودمار على أراضيه، وين العقل يا ناس ومين اللي يحبوا العراق يلحقوا باقيه، العراق الجريح ينتظر من واحد من اللي يضمد جراحهم قبل يضمد جراحه ويداويه، راعي الأوله يا ناس ما ينلحق وانجار عليه الزمن لكن في كل وقت تلاقيه، وين يلي كان له العراق وطن وكانت ميت الرافدين ترويه، وين اللي كانوا يتفاخروا بجيش العراق وسود الرافدين صار الفخر ماضيه، عراق اليوم صار الفريسة اللي أدمتها أنياب الذياب اللي تنغرس فيه، من القريب ومن البعيد قام ينادي على مين من أولاده يقرب ونجيه، مين اللي على دماره وتقسيمه اتفقوا وحتى الشعب قسموه للي عادي واللي مواليه، العراق بيصرخ فيكم يا أهل العراق يناديكم يمكن ألامه توعي ضمير اللي عنه مواريه، شكراً. مين يا ترى يحمل شعلة الحرية؟ شكرا لك عزيزي عادل، أنا ممتن لك الحقيقة، وقتنا كلش قصير وما يسمح لمداخلات طويلة مثل هذه. يسعدني مشاهدينا الكرام أن يكون معي هذا المساء الأخ العزيز كريم الخزرجي، وهو من المتابعين للشأن العراقي، وبالحقيقة أهلا وسهلا عزيزي كريم مرة ثانية. بالحقيقة حضرت لكم مجموعة من الفيديوهات، أنا سأترك الحديث والتعليق لأخي كريم وسأتركها لكم أيضا. خلونا نبدأ مع الفيديو الأول مشاهدينا الكرام. من العراق بجرائمهم والسفر سرا خاصة بعد الإعلان عن فتح القضايا القديمة والحالية. في مقدمة هؤلاء المسؤولين نوري المالكي والذي أطيح به من منصب نائب رئيس الجمهورية، وقد كشفت مصادر موثوق بها من داخل مطار بغداد أن المالكي حاول مغادرة العراق إلى سوريا على متن طائرة خاصة
وبصورة سرية. هذه المحاولة مشاهدينا كما رصدها شهود عيان ومصادر موثوق بها من داخل المطار بدأت بدخول موكب كبير إلى المدرج الرئاسي داخل مطار بغداد مباشرة، حيث كانت طائرة خاصة صغيرة في انتظار المالكي. ولم يمر وقت طويل حتى اندلع اشتباك ما بين حماية المدرج الرئاسي وعناصر الحماية التي أصرت على عدم الإدلاء بأي تفاصيل عن هوية المسؤول المسافر. فقد دار حوار ما بين الطرفين، سألت حماية المدرج الرئاسي عن المسؤول السياسي المسافر، فرد أحد أفراد حماية المالكي بأنه نائب واكتفى بذلك. رد عليه أحد أفراد حماية المدرج مستفهما هل هو نائب برلماني، فكان الجواب بأنه نائب لرئيس الجمهورية، ما اضطره أن يكرر السؤال من هو. بعد الضغط تبين بأن هذا المسؤول هو نوري المالكي. بعد تأكد حماية المدرج الرئاسي من هويته، قاموا بالاتصال برئاسة الجمهورية وبالأجهزة الأمنية المختصة، وتم اتخاذ قرار بمنعه من السفر على الفور، ولا تزال الطائرة الخاصة جاثمة على أرض المطار. بعد الاتصال مشاهدينا بالأجهزة الأمنية المختصة وجهاز المخابرات ونشر الخبر الذي لم تنفه قناة آفاق التابعة للمالكي، إنما اكتفت بعد ساعتين بنشر عواجل تتهجم بها على قناة البغدادية. أما قناة العراقية فقد بثت خبرا عاجلا وبخجل مفاده دعم المالكي لإجراءات الإصلاح في اجتماع الرئيس معصوم ونوابه الذي تم مساء أمس، فيما كانت محاولة سفر المالكي سرا قبل منتصف الليل بقليل. بعد هذه الأحداث أصبح غلق المطارات والحدود أمام المسؤولين أمرا مطلوبا لتفعيل مكافحة الفساد وتطبيق ما جاء في وثيقة الإصلاح ومبدأ من أين لك هذا. حاول بعض المتهمين بالفساد الإفلات من العراق بجرائمهم والسفر سرا، خاصة بعد الإعلان عن فتح القضايا القديمة والحالية. في مقدمة هؤلاء المسؤولين نوري المالكي والذي أطيح به من منصب نائب رئيس الجمهورية. وقد كشفت مصادر موثوق بها من داخل مطار بغداد أن المالكي حاول مغادرة العراق إلى سوريا على متن طائرة خاصة وبصورة سرية. هذه المحاولة مشاهدينا كما رصدها شهود عيان ومصادر موثوق بها من داخل المطار بدأت بدخول موكب كبير إلى المدرج الرئاسي داخل مطار بغداد مباشرة، حيث كانت طائرة خاصة صغيرة. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير الإخباري، وطبعا من اللافت للنظر بأن يريد السفر إلى سوريا، وأنتم تعلمون الوضع في سوريا وإمكانية دول العالم أو الولايات المتحدة بملاحقته في سوريا، لأن الآن سوريا أدى وضع غير شكل. لكن خلنا نسمع إلى رد الأخ كريم، تفضل. بعد ما كمل الولاية الثانية المالكي وراد يأخذ إلى ولاية ثالثة، فكثير من الأصوات المنافقين والمبوقين للمالكي قالوا أنه المالكي وصلوا إلى درجة أنه هو مثل عبد الكريم قاسم، مختار العصر، مختار العصر، وطوم افتيازات. نعم. لكن فرق كبير بين الثرى والثرية. عبد الكريم قاسم واجه الموت وما شدوا عيونه، وهذا جبان، لأن السارق يكون جبان يريد يحافظ على أمواله وعلى نفسه ويريد يهرب. ما أقدر أقول أكثر من هذا الأمر، أنه ليس مقارنة بين الشجاع الوطني والسارق الوطن. نعم نعم، شكرا لك. معانا متصل الأخ سالم، تفضل على البث المباشر. طيب أعتذر لأن بقيتك فترة كلش طويلة، إذا ترغب أن تتصل من جديد أهلا وسهلا بك. نأخذ فيديو آخر إذا الأخ المخرج محط ظهر لنا فيديو. أنا كنت مسؤولهم نصهم، أنا كنت لو مسؤولهم لو بحلقة واحدة وياهم. قيادتكم هاد، شوف قائدكم همام باقر، هادي أنا كنت مسؤولة سئلة بإيران 3 سنوات، أنا مسؤولة ومسؤول عمل الداخل، حيدر العبادي أنا مسؤولة، أغبى واحد في حلقة حزبية، همام أنا وياه حلقة واحدة، هو عنده 3 أفراد، أنا عندي 125 فرد.
حزب الدعوة متخلف، عشيرة بائسة، تافهة، تعبانة، لا عندها لا دين ولا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. هسه الغرب ما عنده دين بس عنده أخلاق، عنده سيستم من العلاقات يحترمون الآخر، يحترم حرية الناس، يحترم حقوقه وحقوق الثانيين. بعدين دخلتوا التيار الصدري على هالقصة، شنو هاي؟ مو راح يقلوكم بالدهن هذول، راح يقلوكم بالنهاية. نص القادة نص. نعم عزيزي كريم، طبعا لبعض الإخوة ربما أنت كنت في فترة ما كنت واحد من الكوادر في حزب الدعوة الإسلامية قبل أن تجد طريقك، تجد طريقا آخر بالحياة. ماذا تقول عن كلام عزة الشابندر؟ طبعا أولا هذا الشخص كذاب، يعني إحنا في حزب الدعوة ويعرفون الحزبين البعث الدعاة، كان يسمونا الدعاة، ما في واحد يقدر، يعني ولا واحد يقدر انه يحكم على 20 واحد، مو 160 على 20، لان احنا عندنا كان نظام بعد ما حزب البعث. لا هو تقييمه للدعوه يعني تقييمه صحيح. نعم تقييمه صحيح. نعم بس انه هو كذاب، انه قال انا مسؤول على الداخل. هو ما كان مسؤول على الداخل، الداخل اكل يعني كان له ناسه ومعروفين رجال الداخل، وانا ما اعرفه، انا كنت بالداخل بس انا ما اعرفه، اولا كذاب. ثانيا انه ميز بين انه الغرب ما عنده دين وانتم عندكم دين، ليش هو هذا الدين فاتكم؟ طلعتوا حراميه كلكم. ناخذ فيديو اخر مشاهدينا الكرام اذا حاضر عزيزي المخرج. انما هو الغدر. ازمات عسكريه وامنيه واقتصاديه شامله، إرث ثقيل وحصاد مر خلفه وراءه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي على بلاده. رغم ميزانية للجيش تجاوزت 30 مليار دولار سنة 2014، ولكن تركت الموصل والشعب العراقي دون حماية أمام تنظيم داعش. حينها لم يكن المالكي فقط رئيس وزراء، ولكن أيضا القائد العام للقوات المسلحة. وبالاستراتيجية العسكرية والأمنية نجحت القاعدة في العراق أو داعش فيما بعد في السيطرة على الموصل، ثاني أكبر المحافظات العراقية، وست محافظات سنية أخرى في يونيو عام 2014 دون مقاومة تذكر من قوات المالكي التي انهارت وفرت أمام عناصر التنظيم المتطرف، تاركة وراءها عتاد وأسلحة ست فرق عسكرية كاملة و400 مليون دولار. ووجدت فيها داعش فرصتها في إعلان نظامها خلال أيام قليلة في 29 من يونيو من العام نفسه. كذلك وأدى المالكي تجربة الصحوات العشائرية تماما سنة 2009 بعد أن نجحت في إسقاط دولة القاعدة في الأنبار عامي 2006 و2007، وترك شعبها لثأر القاعدة والإرهاب فيما بعد. أما اجتماعيا فكانت الطائفية والتمييز منهج المالكي، فعادت صحوة الإرهاب وحضرت الطائفية بفضله في المجتمع العراقي، وقام بفض اعتصامات الأنبار السلمية بالقوة في 30 يناير 2013، وفي اليوم التالي كان أول ظهور للمتحدث باسم داعش أبو محمد العدناني. واقتصاديا كانت خسائر العراق في عهد المالكي 360 مليار دولار حسب تقرير للجنة المالية في البرلمان العراقي في أبريل الماضي. إنما هو الغدر. أزمات عسكرية وأمنية واقتصادية شاملة، إرث ثقيل. نعم عزيزي كريم، نور المالكي رئيس الوزراء لدورتين، نعم القائد العام للقوات المسلحة، وزير الداخلية، وزير الدفاع، ووزير الأمن الوطني بالوكالة. خلال هاي الثمان سنوات الحكم المالكي إخفاقات، إخفاق وراء إخفاق، إخفاق وراء إخفاق، وهذا ديدن هاي النفسيات والقيادات البائسة، القيادات الدكتاتورية تريد تتمسك، حتى الإخفاق يجعلون انتصار. ودائما هاي دائما القيادات الدكتاتورية تريد السيطرة على، وهم ضعفاء أمام السلطة، يعني ضعفاء أمام السلطة، يريدون يشبثون يبقون بالسلطة بأي اتجاه، ويذبون ويحملون أخطاء السلطة إلى هنا وهناك. لكن احنا
بين نربط بين العالم المتحضر والحكومات دول العالم المتحضر مع هذه الحكومة البائسة اللي هي 8 سنوات نتيجتها إخفاقات. أنا أذكر فد نقطة يمكن أخذ بها نص دقيقة. في السويد امرأة كبيرة بالسن اجى أبو الباص ما نزل الباص هناك ينزلون هذا مثل مصعد الكهرباء ما نزل المصعد أمام امرأة كبيرة. هاي المرأة كان صحفي موجود قالت للصحفي أنه لازم تكتب على هذا الموقف. وهاي الحادث البسيط سقط حكومة. حادث بسيط، احنا راحت عندنا شباب وآلاف ومليارات واقتصاد دمر ووضع رجع إلى ما قبل التاريخ، والحكومة تريد تشبث وتبقى لحد الآن. يقول لكم مؤامرة علي. مؤامرة، هاي نظرية المؤامرة منتهين من عندها وين ما تكون. طيب ويانا أيضا الأخ جورج يوسف، تفضل على البث المباشر عزيزي. حبيبي كمان شلون صحتك؟ يا أهلا بيك، تفضل ايش عندك اليوم؟ اليوم عندي أنا هسه دا أقعد أشوف برنامج أنت وضيفك العزيز علينا. نعم. زين، هذا بالنسبة للشابندر طلع هسه حكيته ويا أنتو. زين، فدا يقول إنه الغرب ما عندهم دين. زين، بأي صفة إنه يتهجم على الدول الغربية إنه ما عندهم دين؟ نعم. لأنه يثبت أنه نفسه إنسان كافر هو. نعم. عبالة كلهم كفرة. لا لا عزيزي جورج، بس خليني أوضح هاي النقطة لأنه مو هو هذا موضوعنا لهذا اليوم. هذا الفيديو أنا بالأساس طلعت لي أنه كان يتحدث عن حزب الدعوة وسياسة حزب الدعوة. ما قصد سيد عزة الشابندر الدول الغربية ليست دول دينية، الدول العربية والدول الإسلامية هي دول دينية، ودين الدولة الرسمي هو الإسلام، والإسلام هو مصدر التشريع، وفلان هو فلان، ورغم هذا عندهم كل هذا الفساد. هذا هو القصد عزيزي أنت. نعم. وإلا موضوعنا إحنا مو موضوع إذا كان الغرب عنده دين أو ما عنده دين، يعني هاي مسألة أخرى. لو كان عندك شيء آخر بخصوص ما يجري في العراق، بخصوص المظاهرات، بخصوص حزمة التغييرات التي قدمها السيد رئيس الوزراء، تفضل. بالنسبة هي المظاهرات هسه بالنسبة لهم كلهم زين، قد ناس مثل ما يقول القاعدين على الكراسي دي يدفروها منا ودي يجيبوها منا، يدفعوها منا يخلوها منا. زين، هو شنو هم كلهم حرامية. نعم. كلهم حرامية، ما بيهم واحد إذا مو حرامي. نعم. كلهم بيقول زين هسه هذا الفيديو مال نور المالكي اللي يطلع وين يطلع يروح السوريا؟ ايش عنده رايح السوريا؟ والسوريا هي قائم القيامة. نعم. زين. نعم. وهاي الفلوس مالته هي أنا بالدول موزعها أسماء مستعارة. والله يا ريت إنه تتصل بي بيني وبينك حتى أنطيك وين بيا مكان. طيب أنا ممتن. هو إنسان كلهم حرامية. شكرا جزيلا لك وشكرا لمداخلتك عزيزي جورج. ويانا الأخ سالم، تفضل على البث المباشر. أستاذ كمال، أنا وسهلا. قبل كل شيء حييك وحيي الأخت المحامية أمل والأخ كمال كريم. كريم كريم. ما يخص القيام بالتظاهرات، وأعتقد أنه الحل الوحيد هو القيام بهذه التظاهرات مثل ما كنا إحنا بالخمسينات، والشرطة واقفة وأقوم ضد نوري سعيد وغيره. نعم. وما كنا نخاف ونستمر إلى أن نريد الشيء اللي كنا نطالب به، لأن الحل الوحيد هو القيام بتظاهرة لجعل الحكومة العراقية بأنه مخطئين بحق الشعب العراقي. نعم. أعطيك مثل بسيط وقارن. كنت أدرس ابن ولد حقيقة منذر عريم من أهل الرمادي. نعم. كنت واحد من البيت، وفدمرنا ما كان عندي سيارة، وسيارتهم سيارة الحكومة واقفة برا. قال ننتظر ابني إلى أن يجي يوثق سيارتنا، مو سيارة الحكومية، حتى لا يقولوا نحن دا نستعمل سيارات الحكومية. نعم. فكانوا هيك ناس ما يستعملوا سيارات الحكومة.
يستعملون سياراتهم وهنا بالملايين. هذا أبو السبح ولا أستاذ, أستاذ سالم في واحدة من المناسبات وفي أحد البرامج كان وزير التعليم العالي وهو الشخصية الثانية في حزب الدعوة علي الأديب. علي الأديب علي الأديب خصص سيارات الوزارة لنقل الزوار في مناسبة عاشوراء. سيارات الوزارة، وزارة النقل تخصص سيارات الوزارة لنقل الزوار في عاشوراء. وأنا أسأل، هل في العراق فقط هم رواد عاشوراء؟ ماذا عن المكونات الأخرى بالعراق؟ هؤلاء لم يأخذوا الدولة، إنما أرادوا تدمير الدولة وسرقة كل مكوناتها، وهذا هو اليوم اللي إجى. أنا أشكر اتصالك عزيزي، واستمعت إلى الناشطة والمحامية أمل حسين، قالت سنستمر بالمظاهرات لحد أن نغير هذا الوضع ولحد أن يعود العراق إلى أهله. شكرا لك أستاذ سالم. كريم، أكو عندنا فيديو آخر إذا الفيديو جاهز. من لا الشقيقين. لا أنا أقول لك الأحزاب الإسلامية الشيعية بين قوسين هل نجحت في حكم العراق؟ لا، فشلت فشلا ذريعا، والتاريخ والحاضر والمستقبل سيذكرهم بكل سوء. قتلوا أحلامنا، قتلوا آمالنا، مع الأسف فشلوا. هم فشلوا في حفظ دنيا الناس، هم فشلوا في دين الناس. لا هم منا لا هم منا. أنا أقول لك قضيتين. كان أحد علماء الشيعة السيد حسين الطباطبائي القمي في اليوم قال لابنه، قال له ابني بيتنا تعبان متهرئ، جيب لنا فد بنا شوي عدل لنا اياه. زين. ابنه قال له ابويا اكو فد واحد يصلي وراك جدا متدين خوش انسان. طيب. قال له ابويا انا اريد بنا، ما اريد مرجع، ما اريد امام جماعه. يا اخوان احنا اريد بنا. بنوا الاسلاميين الشيعة لو ما بنوا؟ لا ما بنوا. ما بنوا. بنو. شو سووا لعاد؟ انتهت مظلومية الشيعة على يديهم لو ما انتهت؟ اولا هسه هاي لا اسالك سؤال، انتهت مظلومية الشيعة؟ الشيعة مو كانوا يدعون مظلومية؟ يقولون احنا مظلومين بعد صدام، وفعلا زين انتهت المظلومية. واحدة من موبقات الإسلام السياسي الشيعي جعل الشيعة من مظلومين إلى ظالمين. عجيب. نعم. ظالمين إنه؟ هكذا أوحوا للآخرين. يعني ظالمين من؟ ظالمين السنة؟ لكن لا سؤال، ظالمين السنة؟ والله ظالمين الشيعة قبل السنة. ظالمين الشيعة قبل السنة. ظالمين أنفسهم وتاريخهم وحضارتهم ومبادئهم ومدنهم ومحافظاتهم. طيب. الكل مظلومين بالعراق، الشعب العراقي هو الخاسر الأكبر. ليش؟ والظالم الأكبر هم السياسيين، سنة شيعة كردا. والله أنا ما أخفيك سر، يعني هذول ما أدري، أنا أشك أحيانا ما عندهم حس وطني. ألا تقول لي طائفية؟ طيب وين غيرتهم على مذهبهم؟ وين غيرتهم على محافظاتهم؟ هسة الناصرية، العمارة، الكوت، السماوة، بابل، بصرة، يعني هم بها قطر وسعودية؟ يا أخوان هذا موضوع سنة وشيعة أساساً. الخطأ اللي تجيب لي بالأمثلة، الخطأ بأصل الفكرة، موكو سنة وشيعة. من الشيعة؟ أنت الآن الشيعة عندك إمام السيستاني شيعي، مؤسسين حزب الشيوعي هم شيعة، كبار البعثية هم شيعة، متطرفين وخط الطائف المتطرف طيب وعصابات شيعة، وسنة كذلك. زين كيف أنت عظيم سعد راضي شيعي، ناظم مقزار شيعي، وعبد الرحمن سني، وصابر الدوري سنة؟ ماكو سنة وشيعة. اكو هنا زين اكو مو زين، اكو هنا زين اكو هنا مو زين، بكل الحكومات وبكل الازمنة وبكل المحافظات بكل الاديان. هذه اكذوبة يتغنى بها السياسيين. السنة والشيعة. سؤال. السنة يخوفون جماعتهم راح يجوكم الصفوية وراح تجيكم ايران، اكذوبة. ليس كل الشيعة يخوفون، كل الشيعة ايران، وليس كل الشيعة صفويين، وليس كل الشيعة سيئين، وكذلك الشيعة اجاكم داعش واجاكم سعودية واجاكم وهابية واجاكم السنة، كيف وليس كل السنة كذلك. كيف تنظر؟ صدوق كذب. اين سيذهب العراق الان؟ وين رايح؟ للتقسيم، للتفتيت، للحرب الاهلية؟ والله فاقد الشيء، والله فاقد الشيء لا يعطيه. اعتقد هم السياسيين ما يعرفون، لان هم ما يدرون وين ماخذين. احنا مشكلة العراق بلد خنثى، بلد خنثى 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 خنثى
لا احنا 8 اذار ولا 14 اذار. سيد خنثى؟ لا مدنيه لا دينيه. تعنيها سيد هالكلمه؟ اي يعني السياسيين 2003 جعلوا من العراق بلدا لا هويه له. بلدا فاقد للهويه. بعد 2003؟ بعد 2003، وين هويتنا؟ احنا ما ندري. نحكي كشيعه الان. سياسيين الشيعه الان اي واحد اللي يعجبك جيبه. احنا 8 اذار يا 14 اذار، ما ندري. احنا ويا العرب يا ضد العرب، ما ندري. احنا دولة مدنية يا دولة دينية، من ندري. زمن صدام عندنا 200 او 250 اجلك الله ملها وبع خمور، الان اكثر من 750. احنا وين رايحين؟ من ندري. احنا رأسمالية اشتراكية، من ندري. يوم متعاركين ويا الاكراد، يوم متعاركين ويا السنة، يوم متعاركين ويا روحنا، يوم متعاركين ويا السعودية، يوم متعاركين ويا تركيا، يوم متعاركين ويا امريكا. طيب انتوا وين رايحين؟ شنو اصطفافاتكم؟ شنو استراتيجيتكم؟ هذا السؤال ما يتوجه إليه، لان انا ما مصدر السياسه، ما عندي حزب، ما ماخذ مسؤوليه. هذا كون نسال نفس القيادات على راس هرم السلطه. منو نسأله من القيادات؟ حدد لنا. مش مدري ان البرلمان حدد لنا يا سيد، حدد لنا فلان رئيس وزراء، رئيس جمهوريه. يا اخوان انتم وين ماخذينه؟ فهمونا. شنو المطلوب من عندنا؟ نكون عرب، نكون ضد العرب، نكون دوله دينيه، نكون مدنيه. جنابك مفكر سيد؟ من لا الشقيقين. لا انا اقول لك الاحزاب الاسلاميه الشيعيه بين. طيب عبد الكريم. نعم. كان الضيف هذا كان السحور السياسي. نعم. وهو برنامج اذاع في التلفزيون احدى المحطات. نعم. وكان في رمضان المضى يعني قبل. نعم. فتره كلش قصيره. نعم. وكان ضيفه هو فؤاد الخوئي ابن السيد الخوئي. نعم نعم, نعم. طبعا هذا اصغر اولاده. تحدث عن تخبط القرارات السياسية. نعم. عندنا ما عندنا فعلا يتحدث صحيح، ما عندنا أي مستند أو ركيزة نعتمد عليها كسياسيين. عندنا مبدأ ثابت نتجه مثلا إحنا توجهاتنا وين، يعني ضاعت التوجهات، ضيعوا عندنا التوجهات. يعني جهات في القرار السياسي العراقي طائفيين لحد النخاع. نعم. جهات بالقرار السياسي قوميين حد النخاع. فالتخبط السياسي حتى احنا هسه بالسياسه الخارجيه، العراق بالسياسه الخارجيه ما عنده سياسه خارجية. ما عنده سياسه خارجيه. ليش؟ لان يتفق مع الكويت، اكو ناس بالسياسه العراقيه ضد الكويت، ضد الكويت. اكو ناس تتفق مع السعوديه، اكو ناس ضد السعوديه، اكو ناس تتفق مع ايران، اكو ناس بالسياسيين. يعني هي مجموعه هالمجموعه هاي السياسيين ما عندهم قرار سياسي موحد. فلهذا فعلا هذا تخبط، وهذا يعني يحير المواطن انه يريد يقرا المشهد السياسي. ما عنده رؤيه بقراءه المشهد السياسي. كريم، هل هذا يجعلنا ان نعود الى فكره ماهيه هذه الاحزاب؟ يعني انا في اكثر من برنامج كنت اسال، انت اسمك حزب الدعوه الاسلاميه. نعم. انت هدفك ان تدعو الدعوه الاسلاميه. نعم. طيب اذا كان العراق شعبا وتاريخا ودينا هو 98% منه اسلام. نعم. انت دعوه اسلاميه لمن؟ نعم. انت بالصين؟ نعم. انت بالهند؟ انت ضمن المنطلقات الفكريه اللي احنا يعني تعبينا افكارنا بها المنطلقات دعوه الحكومه الاسلاميه. نعم. هي نمط من فكر حسن البنا. نعم. تبع الاخوان المسلمين. هذا احنا كنا ندرسه يعني ندرسه بس هم كشفوا حتى ما عندهم مشروع دوله، ما عندهم تصور. بعدين حتى مشروع الدوله الاسلاميه هو مشروع فاشل. انت عندك طالبان، وعندك هسه داعش. نعم. وعندك حتى ايران. نعم. كمشروع دولة. نعم. إسلامية هو مشروع فاشل. أنا أحب يعني في يعني في وقت بسيط كلش أحب أقول لك شغلة أستاذ كمال. أنا من كنت بالمعارضة العراقية، كنت أكتب في الجرائد المعارضة وكذا، فكتبت سلسلة مقالات يعني كان سقوط صدام على الأبواب. فكنت كتبت سلسلة مقالات يعني المانشيت مالتها المقالة إعادة بناء الإنسان العراقي بعد زوال الطاغية. نعم. سلسلة مقالات نشرت يعني في جرائد المعارضة في ذلك الوقت، لكن كنت أقرأ قراءة صحيحة، عندي تصور مستقبلي،
انه كيف انه نجي بانسان دخل حروب ودخل حصار وتألم وتأذى وتحطمت نفسيته وتحطمت معنويته وتحطمت كل شيء فيه، كيف نعيد بناءه؟ نعم. شلون نتعامل وياه؟ انسان غير متوازن، العراقي غير متوازن من خرج بس منها. هذول كريم هذول نعم. فشلوا. احنا قلت لك عندنا قراءة كانت نعم. يعني انا من الناس كنت يعني هاي لو اجيب هاي يعني هاي الدراسات يعني كان ممكن تستخدم وهم قروها، قروها الموجودين هم هسه قروها نعم. قروها بس وين التطبيق؟ ما طبقوها ما لأن طبقوها. التهوا في مواضيع أخرى بعيدة عن بناء الإنسان العراقي وعن بناء الشعب وبناء الوطن الموحد. نعم. أكيد. ويانا متصل الأخ أبو سمير، تفضل على البث المباشر. أستاذ كمال تحياتي إليك. أبو يا سليم وياك. يا أهلا نعم أبو سليم، تفضل عزيزي. المرحلة الحالية اللي موجودة بالعراق، طبعا مع تحياتي الأخ كريم. أنا وسهلا. نعم. المرحلة الحالية بالعراق تقتضي إزالة القادة السياسيين بأجمعهم وفي مقدمتهم نور المالكي الذي أوصل العراق إلى أدنى مرحلة من التخلف. نعم. وهو كان يستلم مبالغ باهرة توصل إلى حدود 150 مليار سنويا، بينما في العهد القديم نتكلم على صدام كان صدام يمتلك الميزانية العراق 25 لو 26، يعني بال75 76 صدام حسين صرف على العراق 1,400,000,000,000. أصبحت الحركة واسعة جدا ولا يوجد من يكون بدون عمل. أما هذا الشخص، أما هذه الأحزاب الدينية، فالعلاج الوحيد أنه إزالته وتسليم السلطة إلى حكومة مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب من الأحزاب الدينية، لأنه بس يدخل الدين بالسياسة يرجع العراق خطوة وراء خطوة إلى الوراء. ممنونك جزيل الشكر. شكرا لك أبو سليم. ويانا أيضا فيديو آخر نشاهده سوية مشاهدينا الكرام. أقول بالله يا إخوان، أكو واحد اثنين تعاونوا ويانا البارحة مخابرهم قال لهم إذا رجعت أوصلكم للإعدام. حتى الناس خايفة اليوم مخابرهم ما حد يرد على التليفون، لأن يقول لك والله تتراوس قضيته مثل ما تراوست قضايا البقية. أرد أسأله أقول له قضية المجمع شلون حليتها؟ قضية عمر الحميري محافظ ديالى شلون حليتها؟ خلي هو يجاوبني إذا يسمعني جعفر الخزرجي. وأريد أسأله أقول له قضايا الأمين السابق للعاصمة شلون انحلت بخمس دقائق؟ ولذا قل له قضية هيثم دخو رئيس ديوان المسيحي اللي سرق مليارات الدنانير وشون انحلت وطلعتوه باسم مزور بالجوازات. أنا أرد أسأل شون انحلت قضايا كشف المتفجرات. أرد أسأل شون انحلت قضايا صكوك الطيارة اللي تكلمت بها آني هسه. أريد أسأل بأنه صار 3 سنوات ولا شخص من أصحاب المصارف الحال للسجن، وإحنا ثبتنا بتقريرنا بال2013 في مجلس النواب وأثبت ديوان الرقابة وأثبتت هيئة النزاهة وأثبت مجلس القضاء الأعلى على أنه 1 بالألف من الفواتير صحيحة و99 وفارزة 999 من الفواتير مزورة.
يا بلد يحترم نفسه عنده هاي النسبة من التزوير ولا شخص يضحكم. منو هذا اللي زورهن؟ منو؟ أني منائب، أني مواطن، أرجسل يا قضاء تحققون صاركم 3 سنين. أكثر من 100,000 فاتورة مزورة، منو مسؤولهن؟ إذا تقولون ما قدرنا نكتشف، والله قعد يوم نسوانكم أشرف لكم. وإذا قلون اكتشفناها ليه ضامينها؟ معناها شو ماخذين عليها؟ وآني تقولون ما وصلت لمعلومات، أنا بيدي شلت المعلومات، بيدي شلتها ودزيتها المعلومات لكم. بعدين زين، إلى متى يا أخوان؟ إلى متى نبقى نلتف بهذه اللفة ونخاف ونستحي ونخاف ونستحي، وخاف الوزير الفلاني وخاف الفلتاني، وكلكم على الإطلاق اللي قاعدين هسه كلكم تتحدثون عن الفساد ببرامجكم، وش إلى متى نظل نسولف؟ إلى أن يخرج الإمام الحجة؟ شنظل واحد يسمع الثاني؟ ومو بحالنا، هم يبوقون أصلا ما يمدلك وين أنت. فأقول اليوم أجى الوقت المناسب ليوقفون السياسيين شرفاء، واكو سياسيين شرفاء ترى، مو كل السياسيين مفتوحين. استمعتم مشاهدينا الكرام احد النواب وهو يتحدث يقول دزينا الى ديوان الرقابه والى القضاء والى لجنه النزاهه 99% من المعاملات ومن القضايا كانت تزوير. السؤال هو من الذي يقف أمام تقديم هؤلاء المزورين نعم. إلى العدالة؟ تفضل كريم. يعني نقدر نقول هي المافيا السياسية الموجودة. نعم. نقدر نقول مافيا سياسية، كل واحد يعرف الحصة اللي يأخذها، موزعين الحصص وموزعين إنه هاي لك. هم من توزيع الوزارات تعرف يعني بلدنا ماكو بلد بالعالم بيه 30 وزارة. 33 وزارة، وبعدين الوزارة يتقاتلون عليها لأنه يعطون فلوس، يعطون فلوس حتى يعطون فلوس. إذا هي الذبيحة مذبوحة وكل من يقسمون له حصته. فماكو بعد احنا حتى القضاء السيس ماكو قضاء نزيه، ما عندنا قضاء نزيه. يعني فلهذا الجماهير هسه الناس طلعت للشوارع تقول لك رأس القضاء لازم ينشال، لأن ما انحسمت القضايا، ما انحسمت القضايا، كانت توقف إلى حد معين وتوقف. يعني أنا عندي معلومة أنه موضوع السوداني يعني من شخص فلاح السوداني اللي هو كان وزير التجارة. نعم. عندي معلومة من شخص موثوق بي وصل لي إياها وهسه دا أعلنها، أنه المالكي أجا الوزارة التجارة والوثائق اللي هي تمس الفساد اللي قام به السوداني أسحبها المالكي وأخذها. إذا وين مصدر السلطة؟ وين مصدر القرار والسلطة؟ العصابة. فكل من يأخذ، فما حتى أنت تصور اللي هذا اللي صار المدعي العام على قضية صدام، بعدين صار دخل دولة القانون وصار نائب وهذا. إذا العملية انت تسوي لي هذا الشيء لك هذا المنصب، هسه مو لك هذا. اليوم طالع اكو خبر نازل بهاي بالفيسبوك. نعم. قايل اذا يحال يعني يلغى منصب نور المالكي او يقدم الى العداله، قال انا اتطوع ادافع عنه. منو هذا؟ هو هذا شو اسمه الموسوي. الموسوي. ناخذ فيديو اخر مشاهدينا الكرام. ليش لا المظاهرات؟ خروجنا للمظاهرات، الغاء العمليه السياسيه باكملها، اسقاط هذا الهيكل الذي بني على اساس الباطل والفساد. سبب خروجك اليوم بالمظاهرات؟ احنا اليوم طلعنا مظاهره على تعديل مواد دستوريه، طلعنا على تقليص رواتب الرئاسات الثلاث، طلعنا على وضع متردي في الخدمات وتوفير كل مستلزمات الحياة. عمي احنا وصلنا لمرحلة مو بشر، وصلنا لمرحلة انه رجعنا لورا 1000 قرن. هسه انا لو شيل اللافت اكتب على نفسي 2015، لين عاوزي بعد شنو جمل واطلع اروح للدوام. ما يستحون طلعت الظاهرة.
كل شيء وايد. ليش طلعت مظاهرات؟ للوطن. ليش طلعت مظاهرات؟ نريد دولة مدنية علمانية، دولة مواطنة، ما تكون دولة على أساس محاصصة طائفية، لأن المحاصصة الطائفية هي أس البلاء، هي اللي أدت البلدنا إلى الوضع المزري اللي إحنا فيه. شكرا لك. ليش طلعت مظاهرات؟ نريد نغير هذا الوضع. ليش طلعت مظاهرة؟ نريد أي عمامة بالسياسة، نعزل الدين عن السياسة، أهم شيء هذا، لأن ما نهبونا وباقونا غير العمايم غير المتدينين، نريد حكومة ما نقول علمانية، نريد حكومة مدنية فقط. طلعت اليوم بالتظاهرات حتى أشارك ويا إخواني شباب النجف الأشرف وأبناء المحافظة من الرجال والنساء والشيوخ والشبان للتعبير عن حقنا بإسقاط مؤسسة الفساد في هذا البلد. التي دمرت مشروع دولة ما بعد 2003 ومشروع أحلامنا، ونحن مستمرون بمحاولاتنا لإسقاط الفساد في هذه الدولة وإعادة عافية. شكرا جزيلا. شكرا لك. طيب ليش طلعت المظاهرات؟ لا ضايجين ولا بطرانين، طلعنا من أجل الإصلاح. كل اللي موجود هنا جاي يأكد أنه عنده نقص، عنده مظلومية بشيء معين. إحنا اليوم موجودين هنا حتى نقول كافي، نريد الإصلاح. ليش طلعت المظاهرات اليوم؟ كذا الناس ليش طلعت المظاهرات اليوم؟ نريد ان يعاملون المواطن كانسان، لان فقدنا الانسانيه بهذا البلد. ليش طلعت المظاهرات؟ لاصلاح الفساد. شنو سبب خروجك اليوم من المظاهرات؟ عده مطالب تحملها هاي المظاهره اللي طلعناها، من اهم المطالب هو الكهرباء، وهذا الشيء كل شيء الكل يدرون به. المطلب الثاني اللي احنا مجموعه من الشباب اريد تحقق الحكومه هو ابعاد التاثيرات الدوليه عن العراق، ابعاد تاثير ايران، تركيا، السعوديه وغيرها من الدول عن العراق، ان يكون القرار العراقي قرار مستقل، قرار لا يخضع لاي دوله اخرى. الولاء للوطن، ولاء المواطنين للوطن لا للمذهب، تقديم الولاء الوطني على باقي الولاءات الجانبيه. اننا نطلعك مظاهرات من اجل مستقبلك، مستقبل اولادك. شكرا جزيلا. حياك الله. اليوم بالتظاهرات خروجنا المظاهرات اليوم بالنجف الاشرف والعراق عامه من اجل حكومه ديمقراطيه مدنيه ومن اجل تغيير الدستور العام. شباب ليش طلعتوا مظاهرات اليوم؟ الشباب ليش طلعتوا مظاهرات؟ والله مطالبنا بسيط، هي الغاء مجلس المحافظه ومجالس البرلمان، هي سبب الفساد، وتوفير الخدمات للمواطنين، لان اي خدمات ما توفر لاي مواطن عراقي. ليش طلعت اليوم بالتظاهرات؟ اخي انا ابو محل شغلت صانع وياي، صانع امنت بيه وطيته كل شيء، وقلت له انت راح تصون الامانه. صدفه اكتشفت هذا الصانع خاني، واقني كافر، ده طلعه هتشيل بهاي عليمه يا اخي، طلعوا انتخبناهم وتورطنا اخويا خصم الحج. اشكر. ليش طلعت المظاهرات؟ طلعت لنبذ الطائفيه ومن اجل المطالبه بدوله مدنيه تحكم النظام المواطنه بالحكومه. ليش طلعت المظاهرات؟ من اجل فكه شعبنا والخلاص من الفساد اللي سببته المحاصصه الطائفيه المقيته. اجل ايش طلعت المظاهرات؟ والله طلعت تظاهر حال كل مواطن عراقي شريف وغرض اسقاط الفاسدين والمفسدين بهاي الحكومه اللي ما شفنا من عندها اي نوع من التعاون والتسارب بالشعب، وهم مو سياسي وانما سكاكين حلوا سكاكينهم على رقاب العراق. شكرا. خلوا سكاكينهم على رقاب الشعب العراقي. نعم. تحدثوا الجماهير، تحدثت عن كواي طبعا كريم، احد المتحدثين اقربائي من النجف، بس هم ذولا من النجف. نعم. النهايه كانت مظاهره. نعم. النجف، واتصور احد الاخوان او انت قلت لي المظاهره هي قبال بيت الحكيم، قبال بيت عمار الحكيم. نعم نعم، بحي السعد. نعم. الواضح من يعني مجموعه الاراء اللي طرحوها المتظاهرين انه اولا الشعب عرف الحقيقه، بعد ما عاد يعني حاولوا انه يغبونه، حاولوا انه يخبون عليه الحقيقه، كشفت الحقيقه. بعدين الدعوه الى دوله مدنيه، الدوله المدنيه تضمن للمواطن، واحنا اني كمسيحي مؤمن بالمسيح، انا اؤمن بالحكومه المدنيه، لان الحكومه المدنيه تعطي حقوق للاقليات لكل الناس كحق عام. الحكومه المدنيه، أنا من دعاة الحكومة المدنية، تكون حكومة مؤسسات، حكومة دولة مؤسسات، ليس يركبون على الهاجز الطائفي
ويجمعون أصوات أنه إحنا نسوي لكم هيجي ونفتح لكم مجالات تروحون تزورون الحسين وتزورون العباس وتزورون فلان. لا، اليوم أنت ما أريد هاي الزيارة، بس انطيني حقوقي خلي أعيش، وبعدين هاي الزيارة بيني وبين الله وبيني وبين الإمام. هذا ينفصل. هذا اللعبة اللي لعبتوا عليها على أكتاف العالم انكشفت. غيروا اليوم العالم هذا اللي إذا اكتشفاني أنه يريدون دولة مدنية بعيدة عن الأفكار السياسية الإسلامية، الأحزاب الإسلامية اللي هي تركب على يعني دائما كل الثورات، ثورة إيران قاموا بها الوطنيين ناس حزب تودة، ها بعدين جو الإسلاميين قلبوا عليهم. الجماهير بمصر اللي ملايين طلعت تريد تسقط الحسن مبارك جو الإسلاميين وركبوا، دائما يركبون على الموجة. يعني هذا ليش؟ لأن هم يستغلون الفرصة، هذا حسب عقيدتهم وحسب تصوراتهم. احنا ما طبعا اليوم انكشفت الادعاءات الكذابين من السياسيين. اليوم الناس تقول لك احنا بعد ما عاد نصدق بكم. طيب كريم، ما بقى لنا كل شويه وقت ويانا متصل اخ يوسف، تفضل على البث المباشر. مساء الخير استاذ كمال وكريم. اهلا وسهلا بك عزيزي. راح احكي حكايه واحده بس جمله. ليش العبادي من يوم استلم المنصب لحد هذا اليوم الا لما انكار الشعب يلا قام يطلع قرارات؟ هاي وحده. اثنين، صدقوني والكلام مسجل والحلقه مسجله، راح يخدرون الشعب لمن ما تهدأ الامور ويشوفون انه راح ينطرب برتلوخ، راح يرجع الوضع كما كان. وانا مسجل هذا هسه عندكم التسجيل وكاتب على الفيسبوك. ليش المرجعية ما دام تفرص مع السنة؟ ليش العبادي ما دام قبل ما يثور الشعب؟ ليش هسه صار؟ وهسه تقولون يوسف حنا بطرس عراقي من تلسقط حش هذا الكلام؟ طيب وانتم تسمعون. شكرا لك اخ يوسف. واحنا بيناتنا وقت، يعني لا انا فتح فال ولا اتصور انت فتح فال، لكنه الله نطاني عقل، ولما تطلع هاي الجماهير امامك وتطلع هاي الشباب ده تطلب بالتغيير، انت يوسف يمكن افضل واجمل شيء تقدمه الى هؤلاء الناس هو ان تقول لهم الله يوفقكم. اما تجي تقول اني مسجل وذاك مسجل ويرجع الوضع ويتخدرون، انا ممتن لك، لكن صدقني المالكي يبحث عن نفسيات مثل هذه، يريدون يدخلون الهزيمة إلى قلبنا. هذا الشعب حي، وذول الشهداء أحياء، وهذول الشباب وهذه الحناجر التي خرجت هي بحاجة إلى من يدعمها وبحاجة إلى من يساندها. نعم. شكرا لك. نعم. ويانا آخر فيديو لهذا المساء، خلونا نشاهد روان هذه الفتاة. اسمع طفل العراقي، أطالبكم بصنع السنة والطفولة ضاعت، طفولة ما بيها غير الألم والحرمان والتشرد والضياع. 12 سنة ما قدرتوا تبنون الإنسان، وما كل شيء منهاجكم إنسان، ضرورة أن نزرع بذرة الحب والتسامح والسلام والروح والطفل. ربيتونا على الخرافة وعلى الوهم، وما خليت الحياة تمشي بشكلها الحقيقي وبشكلها المطلوب. أطفالنا هنا يتعالجون بحباية فراس الفول، وعوائلكم تتعالج بأرقى المستشفيات في أوروبا. حرمتوا مصافحة المرأة للرجل وحللتوا مصافحتكم للحرامية. حرمتوا الموسيقى وحللتوا أصوات الرصاص وأصوات القنابل. هذا كل شيء عادي وشيء جدا طبيعي بالنسبة. تضوجون لما تشوفون الناس فرحانة، وتفرحون لما تشوفون الناس ضايجة. يعني تعاكسنا بالضبط. هذا ثاني فرق بيناتنا. الدول ما تنبني بالخرافة وبالوهم، الدول تنبني بالبحوث العلمية، بالمختبرات، بالعلم، بالتطور، مو بالخرافة وبالوهم. أنتم مين ومن يعصر حجر جايين؟ وشنو تردون من هذا البلد؟ شنو هدفكم؟ هذا الشيء اللي يسووه تخريب هاي القاعة الحلوة بلاد الرافدين. اليابان عندها قول جدا جميل يقول البلاد، أو عفوا جميع الدول ثرواتها تحت أقدامها، إلا نحن ثرواتنا هنا في عقولنا. طيب وين العقل العراقي؟ ليش بعتوه؟ ليش أجرتوه؟ ليش ما خليتوه ساهم ببناء هذا البلد؟ فواتكم الضخمة سرقت أحلامنا،
ببناء دولة العدل والقانون. تقاعدكم اللي ما تستحقوه هو حق للأرامل والأيتام والنازحين. كلمة أخيرة أريد أقولها، جبران يقول الطيور الحرة لا تبني أعشاشها في القفص كي لا تورث أبنائها العبودية. أفهموها زين، وإذا فهمتوها راح تعرفون إحنا عليا من طالعين لظاهر. اسم الطفل العراقي أطالبكم. مو جبران يقول الطيور لا تبني أعشاشها في الأقفاص حتى لا ترث طيورها، يعني أبنائها، حتى لا ترث العبودية. أنا حقيقة يعني هسه أقف احتراما وتقديرا لهذه الطفلة، يعني هاي مو طفلة، هاي مرة. لا أنا أنطيها في هذا الاعتبار. خليني أعبر عن ما أجاشت فيه نفسي بهذا الكلام. الشعب حي، هذا يمثل الشعب العراقي الحي. هاي صوت، هاي هي القائد، هاي هي قائدة المستقبل، هاي هي تحمل أفكار بهالعمر هذا، هاي الأفكار العظيمة اللي تقول لك حرمت المصافحة بين النساء وحللت المصافحة بين السراق بين الحرامية. هذه الطفلة أنا أعتبرها 16-17 سنة، لا هاي أكبر من أعظم سياسي بالعراق حقيقة. الشعب اللي ينجب هيك أطفال أو هيك شباب لا يموت أبدا، وهؤلاء هم المستقبل مربوط بعزيمتهم. أستاذ كريم شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام شكرا جزيلا لكم ولكل الأخوة اللي اتصلوا هذا المساء، وأعتذر من اللي ما قدرت ناخذ اتصالاتهم. يتجدد لقائنا مشاهدينا الكرام يوم الأربعاء القادم الساعة 10 مساء بتوقيت ديترويت وتورنتو. تصبحون على خير، يصبح العراق ويصبح أهل العراق مع ألف خير. شكرا كريم وإلى لقاءات قادمة. آمين.